خلونا نروح لقضايا أخرى يمكن أصغر شوية من قناة السويس. المصريين مهتمين جدا بالبيئة، مهتمين جدا بالشجر، وده الحقيقة اهتمام حميد، اهتمام لازم نشكره، اهتمام لازم نحييه. وبقول لكل الناس أنا سعيدة جدا بكل واحد لما بيشوف شجرة بتتقطع بيحط صورتها على السوشيال ميديا. شكرا لأنك بتوضح، شكرا لأنك أنت مهتم بالشجرة، شكرا لأنك مهتم بالبيئة. اهتم الناس كتير جدا بحديقة أو حدائق أنطونيادس، وهي يمكن أقدم الحدائق في مصر والعالم. حدائق شهيرة جدا، أنشئت في العصر البطلمي، أقدم حدائق مدينة الأسكندرية، كانت في القرن 19 ملكا لأحد الأثرياء اليونانيين، وكانت تسمى بحدائق باستيريا، وملكها يعني تملكها في وقت ما محمد علي باشا وأقام قصره بها، وانتقلت عبر العصور والأزمنة، وبقيت حدائق أنطونيادس بأجمل التماثيل اللي بها وبأجمل الأشجار القديمة اللي موجودة، وهذه صور أرشيفية لحدائق أنطونيادس. الكلام على السوشيال ميديا أن هناك شكل ما من التطوير لحدائق أنطونيادس يؤدي إلى قطع الأشجار، تجريف الأرض، وبناء أكشاك بقى وحاجات كده يعني، وده شكل من الأشكال اللي الناس انزعجت جدا من هذا الأمر. السيد محافظ الأسكندرية سيادة اللواء محمد الشريف، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وشكرا على المقدمة اللي أوضحت فيها مدى أهمية حدائق أنطونيادس لمصر وللعالم أجمع. والحقيقة أن اسكندرية فيها كنوز، يعني أنتوا عندكوا أنطونيادس وعندكوا قايتباي وعندكوا اسكندرية، دي كنز لوحدها سيادة المحافظ. الحقيقة أكيد طبعا إحنا بلد أو مدينة كلها مزارات من كل العصور. طيب ماذا يحدث؟ يعني أنا أوريك الصور اللي قدامي دي، أتمنى تكون شايفها، دي صور حديثة لمتداولة على السوشيال ميديا للحديقة. هل كده شكل الحديقة؟ الحديقة مجرفة ولا مهملة ولا إيه سيادة المحافظ؟ خليني في الأول أبدأ أن الحديقة دي زي ما أنت قلتي من أقدم حدائق العالم، وحضرتك شرحتي جزء بسيط من تاريخها. صحيح. وهي عبارة عن ثلاث حدائق داخل أنطونيادس. الحديقة الأولى بتسمى حديقة النزهة، ودي اللي هي من العهد أو العصر البطلمي 300 سنة قبل الميلاد. وفي حديقة اسمها حديقة الورد، ودي مليئة بالورود الجميلة النادرة اللي مش موجود زيها في العالم. ثم الحديقة الثالثة حديقة أنطونيادس اللي فيها قصر محمد علي، ومنشأة من عام 1860، وهي مليئة بالتماثيل اللي مصنوعة من الألباستر والمرمر والرخام، وهي غاية في الفخامة والروعة، وبتمثل عهود كتير جدا، وبتمثل أساطير آلهة الإغريق منذ زمن بعيد. الحديقة دي فيها أشجار وشجيرات ونخل نادر جدا. وخلينا اقول لك استاذه لميس ان احنا عندنا في الحديقه دي في بعض الاشجار له 500 سنه وبعض الاخر له 300 سنه، وهي اشجار نادره جدا ملهاش مثيل في العالم. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اوضح ان احنا عارفين كويس قوي مدى اهميه الحديقه دي تاريخيا. ولكن خلينا نوضح ايه اللي بيحصل في الحديقه دي. طبعا من عام 2011 البعض الأشخاص المخالفين للقانون اقتحموا الحديقة وكسروا بعض الأسوار ودخلوها من خلال هذه الأسوار، وتم تدمير جزء كبير جدا منها، والعبث بالتراث اللي موجود فيها سواء القصر أو الفسقيات المصنوعة من الفسيفساء والنوافير الجميلة اللي مصنوعة من الرخام. والحقيقة من عام 2011 بدأت الحديقة تبقى في حالة مزرية وحالة سيئة جدا، تكاد تكون مدمرة. وأحجم كل السائحين سواء السياحة الداخلية أو الخارجية عن زيارة هذه الحديقة. كان في توجيهات من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية لابد من إعادة تطوير الحديقة
وعادتها إلى تاريخها وتراثها وإلى أصلها وتصبح كما كانت منذ سنوات طويلة. وبالفعل يعني تم التجهيز وتم الترتيب وتم استخدام العديد من الخبراء في الزراعة وفي ترميم التماثيل وفي تطوير المباني لإعادة كل حاجة إلى أصلها. كانت البداية إن احنا إزاي نجمع كميات القمامة اللي موجودة فيها، مش عاوز أقولك أطنان من القمامة موجودة من الداخل، أطنان من الورق الجاف اللي هو واقع من الشجر، الشجر العديد منه أصيب بحالة من التسوس، فإحنا استعنا بخبراء وزارة الزراعة واستعنا بخبراء معهد بحوث البساتين والشغالين على قدم وساق يمكن على مدار ال 24 ساعة. الناس عشان ربما تكون مش عارفة لابد يعني ان احنا دي بعض صور الحديقة يعني المتداولة دلوقتي، انها الحقيقة في حالة سيئة جدا يعني وكأنها مجرفة، حتى الزرع يعني في بعض الأشجار ولكن الأرض رملة، ماشي التماثيل موجودة بس الأرض رملة، الأسوار مكسرة، هل هذا فعلا وضع الحديقة الآن؟ وأسوأ مما تتخيلي يا أستاذة لميس، الوضع مزري جدا سيء جدا، وعشان كده كانت التوجيهات من القيادة السياسية إن احنا لابد من إعادة التطوير. خليني أقول لك في حاجة بسيطة جدا لازم الناس تعرفها، إن عملية تقليم الأشجار تختلف تماما عن تجريف وقطع الأشجار. تقليم الأشجار ده بينقسم إلى قسمين، يعني في تقليم عادي اللي احنا عارفينه وفي تقليم جاهر. التقليم الجاهر اللي هو بشيل فروع كتيرة جدا من الشجر لأنه فروع ميتة ما لهاش فايدة، عشان نرجع للشجر والنخل شبابه، فبيظهر بنفس الصورة اللي الناس شايفاها. الناس اعتقدت خطأ إن ده تجريف للحديقة وتجريف للأشجار وتجريف للنخيل، لا ده بيتم بمعرفة خبراء في وزارة الزراعة وخبراء معهد بحوث البساتين بنستعين بهم لهذه العملية. بيتم تطوير الحديقة بالكامل، سواء القصر محمد علي اللي كان موجود اللي هو مدمر حاليا، وبيتم تطوير الفسقيات والنوافير، ويتم تنظيف الأشجار وإعادتها لشبابها تاني. كل ده بيتم وإن شاء الله خلال شهور هيتم إعادتها بالكامل كما كانت منذ عشرات السنين.